لنعمل كيكة الفانيلا والشوكولاتة نحن بحاجة لكيكة فانيلا مستطيلة، كمان بدنا كيكة شوكولاتة مستطيلة، كوبين من الشوكولاتة الدهن، 250 جرام من الشوكولاتة، وعلبة قشطة. الكيكة دي بتتعمل بطريقة تانية، بتتحط طبقات في الفرن وتتخبز فوق بعضها. يعني فاهم، بتخبزي أول طبقة وبعدين بتحطي تاني طبقة وبتخبزيها وتالت طبقة، يعني هي كده. بس احنا النهاردة هنعملها بطريقة أبسط وهتدي نفس الشكل تقريبا وطعمها لذيذ جدا. يمي يلا. طيب احنا عايزين تقريبا ثلاث كيكات من دول. ثلاثة. اوكي. يعني ثلاثة شوكولاتة وثلاثة ابيض. اوكي. طيب شوفي، هناخد دلوقتي، خليني ابتدي بالفانيلا الاول علشان السكينة تفضل فاتحة. اوكي. هنعمل ايه؟ هنقطعها زي ما اتفقنا تقريبا اربعة. اوكي. طبعا ممكن الكيكه تبقى كده زي دي، انا جايباها جاهزه، او ممكن احنا نعمل كيكه في الصينيه بتاعه السويسرال. نعمل اثنين، واحده بيضه وواحده شوكولاته. ناخد دي كده نحطها هنا. هيدا تتقطع اربعه هلا. اربعه، ادي اثنين. بس بدها ندير بالنا عشان ما نكسر الكيكة. وادي ثلاثة، والرابعة هتبقى ايه؟ تحت. تمام. وهعمل نفس الحركة مع الشوكولاتة. 100%. هندهن شوية كده. اوبس. انا حطها جنب البوتاجاز عشان تلزق تتفع. علشان تبقى سهلة في الفرد يعني. تسيح شوي يعني. هي بالعادة زي هيك جو فيه مكيف بتكون مسكت شوي. طيب بصي، هناخد دلوقتي الشوكولاتة. هنحطها فوق. أوكي. بالشكل ده، وبرضو بندهنها. وشوفي لما بنيجي بندهن كمان بناخد بالنا ان احنا ندهن من الجناب. عم بتلزقيهم تلزيق كده. وارجع اعمل تاني ابيض فوق وكده لغاية ما نعمل اربع طبقات. طيب بصي دلوقتي احنا حطينا دول كده اهم مع بعض كده. تمام. دي عاليه طبعا، خليناها ايه. يلا دلوقتي احنا عايزين نشوف دي. خلاص هنقفل ده شويه. مع اني لسه هعوزها. عايزين نشوف ارتفاعها قد ايه. ارتفاعها هنا عندنا 4 سنتي. طيب اوكي. اذا انا عايزه اقطع كده 4 سنتي. اوكي. تمام. اوكي. طبعا احنا لازم نكون عاملين كميه اكبر من دي، انا بس بوري كده في حاجه صغيره طريقة. يعني فهنحط ده كده هنا ونجيب كده بالشكل ده. طبعا لو انا سمير، انا مستغربه من الصبح بقول غاده ليه معها متر خياطه، وسالتها وما جاوبتني، ورجعت والله وما جاوبتني. هلا فانا هلا عرفت خلاص لحالي، اجاني الجواب خلاص. عرفت ليش. طيب هنفضل نقطع كده نعلم على الاربعة سنتي. ايوه. اوكي. هناخد دلوقتي القطع اللي احنا اخدناها دي وهناخدهم قطعة واحدة اهي كده. اوكي. دي هناخدها، شايفة هما بقوا عاملين ازاي؟ قطعة طولية كده. هناخد دي نحط لها، شوفي انا لازم نلزقها بالشوكولاتة الدهن كلها نحط لها، فانا بس هلزق اول واحدة بعدين هوريكم كده بالشكل بس بتتعمل ازاي. بنلزق هنا عشان تبين واحدة شوكولاتة، وبنلزق على الجناب كمان هنا شوكولاته. متخيله انا منظر سمير دلوقتي وهو في الجاليري فوق بيتفرج. ومهند كلمات. ايوه. ومهند وسمير عشاق الشوكولاته. خلاص. كده احنا عملنا كده، حطينا دي يا جماعه ايه زي ما هي، يعني محطوطه بالعرض، الخطوط رايحه بالعرض. هناخد دي هاخدها هحطها جنبها، بس هحطها مش زيها ولا هحطها كده. ايوه كده. لا فجأة شايفه. بعدين والله انا بعدين مع سمير ده عن جد مش قادره انا اشوف، يعني مش قادره اشوف بيصير بعدين. دي معموله محطوطه كده، يبقى انا هحطها بالعكس. يا سلام على غاده، انت وين رايحه؟ اهو انت بتعملي ايه غاده؟ اوكي. كل ده لازم ندهنه كله بالشوكولاته عشان يلزق في بعضه. طب ادهني. دي محطوطه نايم يعني بالشقلوب، هنحط دي بالمعدول. شكرا شكرا. بالمعدول، هاي شوكولاته الدهن. شكرا شكرا. انت هتحطي دي معدول. هنحط دي بالمعدول.
ونعمل بقى الحركة دي لغاية كمان دور، اوكي، لغاية ما نزهق. طب يا لولو، خلاص هناخدها بعد كده دي ونلفها في نايلون وندخلها على التلاجة ونعمل الجناش بتاعنا. الجناش بتاعنا هو عبارة عن اهو الشوكولاتة السخنة. انا متفاجئة متفاجئة، انا متفاجئة من الحاجات الحلوة والروايح الزاكية والشوكولاتة. طيب. يمين شوفي دلوقتي هنا عندنا اهي الشوكولاتة دايبة على حمام مائي، وبدل طلعناها من من على النار، هنحط لها دلوقتي علبة القشطة. اوكي،